والطاقوية العالمية، ساعة من أجل الأرض. هذه هي التظاهرة السنوية التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة استهلاك الطاقة وترشيدها. ستحتضنها غدا ساحة البريد المركزي بالعاصمة، وهذا بإطفاء الأضواء وإيقاد الشموع لمدة ساعة كاملة، تقول بديع زياد. عندنا ليكيب دوزيام اللي حنكملوا اليوم، اليوم ان شاء الله الا باش يكفينا الوقت نكملوا لي بوجي تاعنا. عندنا لي ساك اللي راح نديرو فيهم لي طاك ونديرو فيهم داخل لي بوجي باش نديروهم في لي كارطون، باسكو اللي ناشين ان شاء الله باش نشارجيوهم ونترونسبورتيوهم. 24 ساعة قبل انطلاق تظاهرة اليوم العالمي للأرض التي تحتضنها ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة، يجتمع بعض أعضاء سيدرا بغرض متابعة العمل الترويجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا إتمام العمل اللوجستي. نقوم بإرسال استمارة التسجيل حيث يقوم المواطن أيا كان يكون بالتسجيل من أجل المشاركة في هذا الحدث. بعدها نبعثوا له رسالة عبر الإيميل pour confirmer la participation تاعو. تظاهرة تحكي على اقتصاد في استعمال الطاقة، وباش ما نستعملوش الطاقة يعني الناس بكري كانت كيرو تروح لهم تريسيتي تيزيو شمع. وديجا مام في تظاهرة عالميا يستعملوا شموع عادية، باسكو باش نوعيو الناس باش يرشدوا في استعمال الطاقة. كيسمعوا بهذه المبادرة تاعنا ولاو من كل الولايات يسيو يشاركوا، يطفوا ضواوي، يديروا دي سيليبراسيون تاع اخت اوخ حتى في الولاية تاعهم. يوم السبت ان شاء الله 24 مارس حيكون عندنا يعني اليوم الاساسي تاع هذه التظاهرة، وين حيكون في يعني النصف الاول تاعها حيكون في قاعة ابن خلدون، وين حيحضروا معنا شباب يمثلوا جمعيات، يجوا من جامعات، يجوا معنا ناس من يعني من وزارات، يجوا اخصائيين. في يوم الأرض تطفأ جميع الأنوار لساعات من الزمن، فهل يكفي هذا لتنبيه كل من يفرط في استعمال الطاقة المعمورة أنها زائلة؟